مين حيربح اول جول؟ انا بصراحه قلت له لمجموعه عنتره انه هيدي المجموعه بقلبها خلود وبقلبها صبايا وايد، فما في مزح معها. بس انتم ما تنسوا يا بنات انكم انتم ربحتوا اول جوله، فلنشوف هلا اذا كان مين حيقدر يتغلب على الثاني. مثل ما قلنا غلطه فرحه ضمه كسره ربع، غلطه كلمه نص، غلطه بيت كامل علامه كامل. حنعير الوقت منبلش يا صبايا. سلام عليها إن أحبت سلامنا، فإن كرهته فالسلام على أخرى. Ooh.
جده، إذا جد جده سيذكرني قومي، إذا جد جده وفي الليلة الظلماء يفتقد البدن. روح بكيته فلما صرت في غيره بكيت عليه. نقول بكيت عليه. Thank you.
عميق مش ميق. بصراحة يا فتيات المنافسة كانت قوية قوية جدا. لو كان النتيجة متعادلة كنت بتكفي، بس منا متعادلة، بس الفرق هو ربع، هو ربع بس، يعني حركة يا بنات. مين بتقولوا يا بنات؟ برجع بقول مع اللغة العربية كلنا رابحون ورابحات، وليس هناك من خاسر، لكن هي نتيجة الحياة دائما هكذا. قيس حقق مجموع الأخطاء كانت مع قيس هي خطأ ونصف، مجموع الأخطاء مع عنترة كان من مدام ميرفا، مدام ملكة موجودة؟ بدنا نوزع الشهادات. Thank you.